دلوقتي حالا يا حيوان، ارمي يمين الطلاق. وفاء ممكن تسمعيني لو سمحت؟ ارمي يمين الطلاق وإيه هعمل لك دلوقتي حالا فضيحة ما تخطرش على بالك. اوكي وفاء، طلق وخلصني. انت طالق عايزة حاجة تانية؟ ورقة الجواز اللي عندك في المكتب، ممكن بكرة تعدي عليا بعد الموظفين ما يمشوا هديلك الورقة تحرقيها تقطعيها بيتك اللي انت عايزاه. حقير وسافل سافل. شرفت وخطوة عزيزة اشهدي بيها. بكرة الساعة 8 هنعدي عليك في المكتب ناخد الورقة ونقطعها. اوكي يا شهدي بيها. نايم يخرب بيتك يخرب بيتك. بس اللي حصل ده يا باشا مصيبة مصيبة. ولا مصيبة ولا حاجة، هي اختصرت وجابت اخيرها بنفسها. اوام اوام، انا اللي هيجنني ازاي عرفت ان في واحدة معايا، وازاي بمنتهى السهولة هي والعقرب اللي اسمه شهدي دخل اوضة النوم. ما تستغربش يا باشا مدام فيها الدكتور شهدي، ده راجل عقرب وعقر، واكيد كان قطرك كان خلى حد يقطرك. بس انا اللي مجنني الواد اللي اسمه عاشور ده، ازاي ينام وسيب الابواب مش مقفوله كويس؟ الواد ده قبل ما طرده رزعته علقه هيحلف بيها طول عمره. خلاص حصل خير يا باشا. لا ما حصلش خير، مش فارقه معايا، المهم اللي انا كنت عايزه يحصل حصل، خدت الشر وراحت. لا انا مستغرب له يا باشا، ازاي الدكتور شهدي وهي يخش عليك اوضه النوم ويقفشوك مع المزه. بقول لك ايه يا باب، انت هتقعد تلغوص الموضوع وتعيد وتزيد. اناف، روح غور شوف شغلك، حل عن دماغي. جو جو. اوامر جنابك يا باشا. الو، ايوه استاذ فاضل، ازيك؟ تمام كل خير. بقول لك ايه، انا عايزك تسيب اللي في ايدك وتجيلي دلوقتي، تجيب معاك عقد جواز عرفي نفس الصيغه والشكل زي العقد التاني اللي عملناه مع وفاء هانم. تمام مستنيك. بقول لك ايه، ابقى هات معاك نفس القلم اللي استخدمته في العقد التاني، نفس القلم.